شايف مستوى الفرق ازاي في الدوري الموسم ده؟ الدوري السنة دي دوري كويس قوي، يعني الدوري قوي. يعني أنا شايف إن مستوى الأندية الفرق مستواها متقارب. حضرتك عارفة إن كل نادي الاتحاد بيسمح له باتنين لاعبين محترفين، يمكن الأهلي عنده، الزمالك عنده لسه إن شاء الله، بيقول يعني أنا سامع إن جاي له لاعب تاني إضافة ليه، بالإضافة إلى ذخيرة طبعا كويسة جدا من اللاعبين عنده. نادي الجيش ما عندوش، نادي الطيران ما عندوش، نادي سموحة عنده 2 لعيبة، بتروجيت عنده 2 لعيبة. فالدوري قوي السنة دي. حتى هتلاقي حضرتك الفرق مثلا بين السابع والرابع، مثلا هتلاقي الفرق ماتشين فوز بس، لأن حضرتك عارفة احنا الترتيب عندنا في النظام عندنا بعدد مرات الفوز. فهتلاقي حضرتك ما بين فيش السابع جاب والرابع كبير يعني. لم خالص، يعني ممكن ماتش ينقل الفرقة مركزين مثلا. طيب.